تنتظر إذا ما يلعبوش هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في عمري 32 سنة وكنسمع دائما على أحمد جابة أحمد جابة بالشيء اللي عنده واللي كان يديره بكري. واليوم راني جيت تلاقيت معاه وغادي نديروا له ان شاء الله واحد الروبورتاج وغادي نسجلوه شنو ما غادي يقول لنا وشنو غادي يهضر معنا. ومهم الشيء اللي غادي يقولوا لنا غادي نوصله لكم وصافي. البدايه مع السي احمد جابه. يا ليام Let's do that.